هذا واشار الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ان مخرجات منتدى شباب العالم كانت عظيمه على المستويات كافه كما اعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني. وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمه على كافه المستويات. وتدفقت الافكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل اروقته وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعه من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: اعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم بحيث تقوم اداره المنتدى والجهات والمؤسسات المعنيه بالدوله بانشاء منصه منصه حوار فاعله بين الدوله وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحليه والدوليه